السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعرف طب الأسنان بأنه علم وفن، أما طبيب الأسنان فهو كله فنون، ويعتمد بالدرجة الأساس على الأسلاك الفولاذية الصلبة. وكما نرى الأسلاك الفولاذية الصلبة صلبة جدا، ولكن لها ميزات إيجابية كثيرة، منها أنها تقاوم الظروف الصعبة لعشرات السنين. ثانيا، تقبل اللحام الكهربائي النقطي، ولذلك ممكن تشكيل أشكال فنية متنوعة في الخط العربي والديكورات المختلفة. وكما نرى أن فنون تقويم الأسنان يشتمل على مجموعة من الفنون، ولكن أحد هذه الفنون هو فن الأسلاك الفولاذية. فالأجهزة المتحركة تعتمد 100% على شكل الأسلاك الفولاذية كما نرى في هذا الجهاز المتحرك. أما الأجهزة الثابتة فهي أيضا صغيرة الحجم، ولكن خاصة النظم القديمة منها تعتمد بالأساس على تشكيلات الأسلاك الفولاذية، ولذلك صرفت جهدا كبيرا لتحويل هذا النوع من الفن إلى ربطه مع فنون أخرى، وأهمها الخط العربي والتشكيلات الحروفية. ففي هذه اللوحة نجد فيها الدكتور كنعان ورمز الفن بالرسم، وكلها معمولة بالأسلاك الفولاذية الصلبة ومربوطة مع بعضها بجهاز اللحام النقطي. وبذلك تحول علم تقويم الأسنان إلى فن صرف مطلق بالخط واللحام، وبذلك تحول إلى متعة داخل العمل في العيادة. فصار طب الأسنان متعة وفن، ويعشقها أطباء الأسنان كما يعشقها المراجعين. مع تحياتي لكم الدكتور البروفيسور بشير كنعان، وإلى لقاء آخر. مع السلامة.